أحسن الله إليكم. الحامل والمرضع يا شيخ إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما؟ الحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها من الصيام، فهذه تفطر وعليها القضاء فقط. الحالة الثانية إذا كانت لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على الحمل أو على الرضيع، فهذه يلزم تفطر ويلزمها أمران، الأول القضاء، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. نعم.